مرحبا يا فرح، كيف حالك؟ أهلا يا رما، أنا بخير، ماذا عنك؟ هل يمكنك مساعدتي في شرح بعض الأفكار؟ بالطبع يمكنني مساعدتك. إذاك أنت شرحين لي قوانين نيوتن في الحركة. قوانين نيوتن في الحركة، مفهوم القوة يا صديقتي هو تأثير يؤدي إلى تغيير في حالة الجسم الحركي، والجسم المتحرك قد يتغير مقدار سرعتها أو اتجاه حركتها أو كلاهما معا، والسبب في ذلك هو تأثير القوة المختلفة في الأجسام. هل يمكنك يا فرح أن تشرحين لي تصنيف القوة؟ بالطبع يا راما، يتصنف القوة يا صديقتي إلى قسمين، قوة التلامس وقوة التأثير عن بعد. قوة التلامس وهو قوة تتطلب تلامسا مباشرا بين الأجسام. ومن الأمثلة يا صديقتي على قوة التلامس القوة العمودية، وهي قوة تنشأ في الجسم والسطح الذي يوضع عليه. قوة التأثير عن بعد، قوة تنشأ بين الأجسام دون الحاجة إلى وجود تلامس مباشر بينهما، مثل القوة الجاذبية. كما تعدنا القوة المغناطيسية والقوة الكهربائية قوة التأثير عن بعد. هل تعلمين يا فرح قانون نيوتن الأول؟ نعم يا راما، قانون نيوتن الأول، الجسم يحافظ على حالته الحركية من حيث السكون أو الحركة في خط مستقيم وبسرعة ثابتة ما لم تؤثر فيه قوة خارجية محصلة تغير حالته. يقسم إلى قسمين، السرعة الثابتة والتسارع الثابت. السرعة الثابتة، عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم بسرعة ثابتة فإن يقطع إزاحات متساوية في أزمنة متساوية توصف سرعتها بأنها منتظمة. التسارع الثابت لوصف حركة الأجسام عندما تتحرك بسرعة متغيرة، يستخدم العلماء مفهوم التسارع. وماذا عن قانون نيوتن الثاني يا فرح؟ قانون نيوتن الثاني يا صديقتي مفهومة، يتناسب تسارع الجسم طبيا مع القوة المحصلة المؤثرة فيه، ويعبر عنه رياضيا بالعلاقة سيجما اف يساوي ام اي، وهذا القانون استعمله لحل الأمثلة. أخيرا يا فرح، قانون نيوتن الثالث. قانون نيوتن الثالث يا راما باختصار يربط الفعل مع رد الفعل. هل يمكن يا فرح أن تذكرين لي الشروط التي يجب أن تتحقق في قوتي الفعل ورد الفعل؟ نعم يا راما، واحد جسمين مختلفين، اثنين قوة تساوي قوة باتجاهات معاكسة، ثلاثة نفس الطبيعة. شكرا لك يا فرح على شرحك الجميل. لا شكرا على واجب يا عزيزتي.